موجز لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. بايدن يقول إن الاتفاق النهائي بشأن الرهائن في غزة بات قريبا للغاية، ويؤكد أن نتنياهو لا يقوم بما يكفي لضمان التوصل للاتفاق. نتنياهو يصف الاحتجاجات في تل أبيب بأنها رسالة دعم للسنوار وحماس، واتحاد النقابات العمالية يتهمه بمحاولة لفت الأنظار عن مسؤوليته تجاه الرهائن. قوات إسرائيلية تقتحم طول كرم وتحاصر مستشفياتها وتدفع بتعزيزات تشير إلى عملية عسكرية موسعة في المدينة ومخيمها. في ليبيا يستمر وقف تصدير النفط من موانئ السدرة وراس لانوف والحريقة والبريقة وسرت، وانخفاض الإنتاج للحدود الأدنى في البلاد بعد قرارات قضائية بإعادة بعض المرشحين لانتخابات الرئاسة. هيئة الانتخابات التونسية ترفض وتؤكد أن القائمة التي تضم ثلاث أسماء بينهم الرئيس قيس سعيد نهائية. زيلينسكي يقول إن التوغل في كورسك الروسية يحقق أهدافه ويتطور وفقا للخطة، ويعلن أسرى 600 جندي روسي. أخيرا في الفلبين، تحولت شوارع المناطق الشمالية إلى أنهار بعد عاصفة أغرقت بأمطارها الغزيرة العديد من المنازل.